مش بسمع من شبع منه، أحلى بلد بالعالم أكيد، بس في اكتشافات جمعة ورا جمعة ورا جمعة، قلع قديمة، تراث، تاريخ، وفي ناس اليوم ما عندها تاريخ وماشي حالة ومقلعة. نحن عنا تاريخ وعم نعرف نحافظ عليه، يعني قديش هالشغلة بتوجع القلب. بلش التحدي جمعة الماضية أو من جمعتين، كانت 20 ضيعة 50 وقفة، كفى التحدي وعدكن اليوم في كمان 20 ضيعة تانية وتقريبا 50 وقفة تانية. Are you ready؟ بترون من البحر للجبل بهالنهار الرائع، مشوار ببلش. يلي بتشوفوه بحسب التاريخ هي قلعة فينيقية، لكن اكتشفوا أثارات من أيام البرونز، يعني أيام العصر البرونزي، يعني عم نحكي قبل الفينيقيين. هلا رح تشوف إنه كل مراحل مرقت لحديت آخر شيء وقت الحضور السوري موجودين هون، حتى هذا كان آخر وجود بالقلعة، ونحن هلا حاليا موجودين. كل العصور اللي مرقت بالتاريخ مرقت بهالقلعة، والقلعة كانت مكتفية بحالها، يعني في مي، في معصرة هون. كل المعاصر قدامنا هون، البيارة جوا، عندك على قلت من بيارة، فمحصنة أكيد، لأنه كل قلعة بحكم موجودة مجبورة تكون مكتفية بزيتها. محلات يعبون مي حتى يصعبوا الفوتة على القلعة لجوا. هذه بنشوفها بالبترون، بنشوفها بأنفي، وهلا عم نشوفها هو هذه الجورة الكبيرة. مزبوط. اللي أغلبية يمكن حجارة استعملوها تعمروا أكيد، حتى عمروا جوا 100%. بكتول يامر نهر حضار حضار جيك من بيروت زوار، وكبل كبل 250. يا مر نهر حضار حضار جيك من بيروت زوار. هذا تقريد أنتوني موجود من أيام زمان، ما بعرف قديش تاريخه. كل الزوار بيجوا لهون. هون هذا بير مر نهرة، نحن هون حد القلعة بسمار جبال. فمر نهرة لما فقروا له عيني دوكيانوس الحاكم كبوه هون وضلوا عايش لتاني يوم، عصب دوكيانوس وبعدين صار يجرجوا من هون للساحة. فالمية البير لما بتتعبى الناس بتجي لهون بتقصد هذا المكان، بتحط هالعملة الصغيرة ما بعرف من وقتها، وبتقول يا مر نهر حضار حضار جيك من أي ضيعة، وبيحضر عليهم مر نهر. قوة الشغلة إنه إيمانهم، إذا الرب سمح هيدا المي بيمسحوا فيها عينيهم والرب يعطيهم شفاء. نحن عنا دفتر خاص سجل بيسجل كل العجيب اللي بيجوا بيحبوا يسجلوا أساميهم، وبيجي بالميات بالسنة. شو هالاكسبيرينس؟ يا ريت فيكم تحسوا الريحة، ريحة الضيعة، ريحة الاشياء اللي هيك عم تحترق شوي، حدا عم بيولع يمكن شحالة، الارض الحجر، البيوت القديمة، صوت العصافير، الزهور الموردة. سبحان الله شو حلو، مش معقول شو حلو. أنا أبونا إلي سعادة، خوري رعية سمار جبيل، وبعد شوية رح نستقبلكم بقدة ومرح زياد. نحن هون بسمار جبيل هلأ برعية مر نهرة الشهيد، بدي أعزمكم حتى تتعرفوا على الكنيسة الأثرية، تفضلوا معي. يلا خليك جاية جاية، خليك جاية أو سوا. أنتون نحن بكنيسة مر نهر الشهيد بسمار جبيل، هالكنيسة الحالية هلا هون بتعود للقرن الثاني عشر، لكن رح ارجع افرجيك القسم اللي اكتشفناه حديثا اللي رد الكنيسة القرن السابع، عم نحكي من أقدم الكنيس. ليش هالكنيسة مهمة وقديمة؟ لأنه استشهد هون مر نهرة. مر نهرة منه لبناني، خلق بدمنهور بمصر، كان وثني هو وعائلته، ارتدوا صاروا مسيحيين، وبعدين أثناء تبشيره بالمسيحيين انتقل على الإسكندرية على عسقلان بفلسطين، سور عمر كنيسة هونيك، صيدا، جبيل، البترون. كنيسة كتير سبيسيال بكل الأجواء، يعني نبلش أول شيء
هول الزخرفات اللي شوي بذكرونا ببيت الدين او بهذا العهد، بعدين عنا الحيطان شوي لوق تيهدوها للكنيسه اذا اجت يمكن اجت هزه ما توقع، عنا العواميد كثير كبار مثل القلعه الرومانيه، ابونا كثير سبيسيال بكل شيء، كيف ثاقبت هالقد او ليش هالقد؟ بس ثاقبت لانه اهل الضيعه كانوا على تحدي، هالقد في وعي عندهم لدرجه انه الكنيسه بده يحافظوا عليها لكن ضمن اختصاصيين، فحافظ علي اهل الضيعه هون. هلا عم نعمل بروجيكت نرجع نرمم جوا ونجملها ونبين الاشياء اللي كانت مخفيه، واكيد بعدنا محافظين. حتى المسبح بعده الكاهن اللي هو انا بقدس ظهري للشعب، مش انه حطيت طاوله ثانيه لانه هذا التراث كمان له من 1890 تقريبا معمول هالمسبح، انا بعد عم اقدس على مسبح قدسوا فيه اجدادنا. ناطرين اوه محمس حبتني ها وقفت على اجرتين اكل اشياء طيبه قرشتهم غير شكل 10 بقرات بالبيت حد البيت معمل صغير بيعمل جبنه ولبنه حتى نتعرف على جورج والعائلة. جورج خبرنا شو هالمشروع الحلو، انت بيتك انت والعائلة انت والولاد والوضع البلد عم بيقلب، جبت بقرات ارض حلوة عم تزرعها. مشروعي اللي رح اوصل له يعني تقريبا بالربيع منبلش، هو كل إنتاجي اللي طالع عندي لبن لبني جبني حليب هلأ عم بيتسوق، بيجوا ناس وبيجوا أصحاب بيجوا جروبات وهيك، رح بعمل معه ترويقة يعني بتصير تجي تتروق كل شيء بلدي من إنتاجي من الحليب للجبني للبيض للخضرة، بيتروق واحد بيتسلى بياخد غراضه إذا بده بفل. الجبنة واللبن الناس من وين بتشتريهم؟ بتجي لعندك؟ من عندي شو بتعمل أنواع؟ بلدي دوبل كريم، وما عندي حليب الا لاعمل حلوم وعكاوي، عم بغير عم بكبر مشروعي غير محل على قد البقرات، في 10 بقرات شفتيهم هونيك، بتعمل جبنه في هديك العريس هديك العريس 9 بقرات، والناس بتجي لعندك بتشتري من عندكم. يعني بعد ما شفت شيء ابدا، هلا بعدنا بالترويقه مثل ما بيقولوا. اول شيء 3 ايام اللي عملناهم قبل اكتشفنا الباترون مثل ما قلنا كانوا شيء اخوات، العالم كثير انبسطت، الناس عندها فيدباك كثير حلوه، شو عم بيجي اشخاص من وراء هالحلقه يلي صورناها، وفي كثير ناس تحمست تعوا لعنا بليز وينكم تعوا نحن ردي تعوا بدنا نعمل 20 ضايعه جداد تقريبا 40 ل 50 وقفه رح نشوف فيهم تنوع بين محلات بتقدم ترويقة، منامة، أفران، مطاعم، جاست هاوسز، محلات دينية سياحية وقصص حرفية بلشت يمكن تختفي بلبنان، رح نرجع نضوي عليها. هي الفكرة أن يكون بالجو مش تريد على الأرض عليا؟ عليا؟ عليا معلقة الأرض ترويقة روعة، العائلة عم تسمعوا الضحك وراي وهيدا الأجواء اللي بعيشوكم فيها، بتحسوا حالكم قاعدين عندهم البيض دغري ركب الخبز الساج قاعد هيك بس امانه تبع زوقعت اكثر ضهري، فيني اقول لكم انه شيء اخوات يعني مش اقول للاسف انه ما راح يفتحوا قبل ربيع الجاي، بس النهار اللي بيفتحوا راح تجوا تعيشوا اكسبيرينس الضيعه اكسبيرينس الفارم عندهم بالبيت وتفلوا مع اكبر ضحكه على وجهكم. مين وين انا عم بنصبها سيف. شو حلوه هالمنطقه
بونجور، اسمي منى باسيل، انا بشتغل من سمار جبال، نحن منطقه البتروم، بشتغل كروشيه واشياء يدويه، كروشيه توتريز اوبيسون كانفا دونتيل بريتون كل شيء جمالا بيجوا لعندي كله على اذا حدا متصل فيك رقم التليفون 03-463-215. هيدا وجه صينيه مثلا. انا ساعات بشوف شرشف مثل هيدا بياخد تقريبا يمكن شهر تقريبا 3 جمع. اسمي جورج يوسف، كل شغلي بشغلي بالخشب الزيتون، بس ما في عندي خشب غير شيء بشتغل فيه. بعمل طاولات، بعمل تمثيل، بعمل كل شيء، كل شيء بنشغل بالخشب بشتغله. الخشبة هي زيتون، أول شيء بتكون كتير يابسة، يعني بتكون لها سنين مقصوصة ويابسة، يعني بتكون 4-5 سنين محمصة، يعني إذا فيك تشتغل فيها. رقم التليفون 03-30-86-46. ضهرواتي مريحة، وفيكم تقولوا قاعدين على شغلة صار لها 100 سنين. مش بس العقد، مش بس الحجر، الفريسك على الحيطان يونيك. قالوا لي قديمة، قالوا لي حلوة بس مش هالقد. وفعلا أول ما حدا يفتح الباب وبيطلع طريقة العقد، طريقة الحجر، مثل كأنه عدة حضارات قطعت عليها، بترجعك لفات السنين لورا، وبعدها مثل ما هي او مرممه على القليله بطريقه كثير مضبوطه. نحن بكنيسه مرسيبا الاثريه بقد البتروم عم بتقول انه الارشيتكتور مميزه صحيح، وكانه كان مكافاه من الصليبيين للموارنه، لانه الموارنه ايزرون بحروبهم اللي اجوا لهون ضد المماليك، عم بيقولوا هالكنيسه اللي هي اوريجينال بالارشيتكتور تبعولها، بتشبه شوي مار يوحنا مرقص بجبيل، وبتشبه شوي كنيسه مرججس برشكيدا. اذا بتطلع من برا بتلاقي انه فيها سقف عالي وسقفين واطيين، وهيدي تيبيكمان كنيسه صليبيه. بيميزها هالكنيسة مش بس بنائها المميز والحجارة اللي حاطينه بطريقة مميزة، هن الفريسك اللي موجودين يلي ما كملوا تصويرهم، لأنه البطرك دواهي بيقول أنه 1265 لما عرفوا الموارنة يلي عم يشتغلوا بهالكنيسة جوا أنه وصلوا المماليك على ساحل الجبال والبترون، قاموا طمسوا الأيقونات وما عادوا كفون، لأن هيك بتطلع بتلاقي بعد في أثارات طين أو الكنس اللي موجود، ورسومات مش كلها سوا خالصة. بعدين حب الأجراس بطل سر، فقدرت أطلع أشوف الجرس. فارس نفاح، يعني أكيد بيت شباب، هو ابن أخيه يوسف، يعني هاليوم عم بيعمل الجرس واسمه نفاح يوسف نفاح، ويمكن يكون ابنه. وبعدين صار له أكثر من 100 سنة برياحة، ودغري بنعرف من بيت شباب بلفاته اللي هن من هون، لفة 2-3-4 زخرفات، طلعوا قديش مهم بإيده. واو بيوتي، رائع. شو بعدك فوق؟ انا رايح. ايه جود باي. تركته فوق على السطح وسبقته على الترويقه. هلا بخلص اشياء الطيبه بيجوا بكلهم مسقعين. اسمي ليندا، نحن بقدة البترون، و شو بدي لك بقى؟ رقم تليفون 03-549-883. عظيم.
نعيش معجنات اكل ورق عريش دجاج كبه كل شيء بعمله يعني كل شيء كيترنج كل شيء اكل طبخ بيت بتعمله ايه وعندك صاج راكب هون قدام البيت ايه والناس فيها تجي لعندك تتروق فيها كوسا وبندورة روي انزلني بلا بصل بس بدون بلا بصل طيب كيف هون طب تفضلوا قعدوا قولوا يلا طلعوا لمعتها شو حلوه تاخذ العقل حموضتها قرشة الكوسيات جوا خبستيك توب وين راح هي هالسيارة شكله هون هات نشوف انت هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ انت سبقتني تركني اجي ماشي من الكنيسة لهون اي والله تعالي كريم فيك تتروق معي طيني دي اهلا وسهلا فيكم البيت بيتكم واسمي مالفينا انتم بضيعتوا هما هلا قاعده تحت السنديانه عندنا كذا مطرح يعني بالعريش الخيمه بنحضرنا اكل من حواضر البيت الاكل القديم يعني بيعملوه ستاتنا وجدودنا حبيت ذوقكم الهريسه المعموله من قمح ولحمه مع كرون بطحينه وكبه بطاطا فيكن تتصلوا فيي وانا بأملكن الاكل اللي بدكن اياه رقم التليفون 03-46-56-06 شو تكون عجبتك؟ عارفي ناس ما بتحبها لانه هيك شكلها يمكن مش حلو كتير او بتمغد هي لازم تكون من هيك. اروع ما يكون بالدنيا unbelievable favorite روعة أوه بعدك هون؟ أنا رجعت إيه؟ خليك برمتنا حلوة كتير فيها ترويقة فيها غدا فيها ناس عم تشتغل بالبيوت وفيها محلات فاتحة أورادي ثلاث أيام الباترون بكفوا وصلنا عند 3 برادرز جين مرة الماضي ما كانوا هون أو كها مرة من لقيهم هيتا نشوف Good morning. Hello, Anthony. يعني واحد بكون قاعد معكم هون بهالأجواء الحلوة الخضار الألوان الشجرة يعني بتعيشوا 100 سنة غير الشغل اللي بتعملوه لازم يكون من أهم شيء بالدنيا. أنتوا بالثري براذرز ديستيلري صحيح نحن بتشوفنا اثنين بس نحن وصولا ثلاثة نحن ثلاث إخوة بلشنا إز بارتندرز نحن وصغار وكان حلمنا نعمل الجن تتوفى خينا الصغير على عمر 22 سنة قررنا نكفي الاستوار اللي كنا حلمنا نعملها وبلشنا نعمل الجن ليش الجن؟ ليش مش فودكا؟ ليش مش شي تاني؟ نحن از بارتندرز بنشرب كل العالم كوكتيلز بس نحن بنشرب ستريت على طول كنا نشرب ويسكي كل حياتنا ونقول انه ليه ما في جن بينعمل ينشرب ستريت مش جن تونيك او جن كوكتيل بس بلشنا عم نعمل جن بلشنا نعمل دراي جن مثل حيالة جن بنعرفه بالسوق وكان جن فور ميكسينج جن تونيك جن كوكتيلز سو رجعنا صرنا نرجع لورا بالهيستوري تبع الجن وصلنا على مرحلة البروهيبيشن بس كان مقطوع الالكوهول او ممنوع ينعمل الكوهول باليو اس عم نحكي بال1920s سو كانوا يعملوا شيء اسمه باث توب جن البروسيس اللي كانوا يعملوها فيها انه بيعملوا ماسيريشن لجونيبر بيريز مع بوتانيكلز بنيوترال سبيريت وبيرجعوا بيشربون سو نحن رجعنا عملنا هيدا الشيء in a modern way والجن تبعنا بينشرب ستريت كأنك عم تشرب ويسكي كأنك عم تشرب فاين كونياك صار في جرأة اكتشفنا الجونيبر بيريز بجرود الهرميل كنا العالم عم بيقصوا هالشجر سألنا شو هيدا الشيء قالوا لنا اللذاب واز نحن بارتندرز عرفنا انه اللذاب هو بينعمل للجن بينعمل من اللذاب من وقتها بلشت الريسيرش تبعونا وطلقنا اول جن لبناني هو الثري براذرز
طلعنا فيها وبلشوا العالم من بعد ما اكتشفوا يعملوا الجن الجن الجن. كل هول صح موجودين بالكرنينه مظبوط فيهم 22 بوتانيكلز. اكسبكت شيء بيقرص دراي ابدا. ببلش غير اروماتيك انا واحد عم يشرب نبيد كثير مريح. بعدين ساعات بتشربوه هيك بيعبي التم اول اراوند، بيترك على كعب اللسان شويه هيك قرصه مهضومه كثير صغيره بلا ما يكون كثير قاسي. ومثل ما شايفين يعني بكبايه نبيد بياخذ هواياته بيرتاح، التلجات بفوتوا بيناتهم. Oh, I'm loving it. تعشو بار وقاعدة تتخيل هيدي نو جارليك نو انيونز كار. نطلع بالضيعة كاميرات وين ما كان الغراض حط اجر على اجر. اهلا وسهلا فيكم، انا عاطف ابي نادر من مرح الزيات. مشروعي بلش من سنتين هو زراعة النباتات العطرية وتربية النحل. تربية النحل كانت هواية وصارت أكثر جدية. زرعنا الزباع، البعض بيسموه زعتر، بيخلطوا بينه، هو الاسم العلمي تبعه الأوريغانوم سيرياكوم يلي بيستعملوه بالمناقيش. وأكيد في زراعة سماء، وشايفين الزيتون بيطلعوا الزيتات من عنا تتخلطوا. النحل أهميته كتير كبيرة بالزراعة لأنه هو العنصر الأساسي بتلقيح النباتات كلها. بالإضافة نحن اخترنا النحل مع النباتات العطرية لأنه غذاء المفضل للنحل هو النباتات العطرية. هول أغلبية الأشياء اللي عندك إياهم بأرضك، الناس كيف فيها توصل لعندك وكيف فيها تشتريهم؟ منتجاتنا بالوقت الحالي عبر الاتصال على رقم التليفون 03-536-836 عاطف أبي نادر مرح الزيات. بودايا جرينلاند عندي هيدا المشروع هلا 3 شاليه صغيره بتساع 4 اشخاص، فيها كل شيء، فيها اي سي، فيها تي في، فيها براد، وفيها تختين، تخت كبير تخت صغير، وفيها صوفا بيت. واسعارنا متهاوده، اسعارنا كتير واطيه، يعني ببلش بال 120 الف ل 140 الف ل 160 الف مع ترويقه انكلودينج. ميشيل انطوني ناطرك، صار لي فتره كثير طويله ناطرك، اشهر من ان تعرف، مثل العلم اللبناني. محبينك كثير، الزبونات اللي بحبوك كثير كثير كثار. ان شاء الله اليوم نقدر نشوف شيء كثير حلو عنا، محضر شيء مثل ما نحن، لا انا زايد ولا لا نقصان. يلا ثانك يو. تفضل. حلوة وكريمة وألوانها حلوين. Thank you. هيدا فكرة جديد بالبزنس، صحون جديدة. الميزة العربية أنا بعد أول حدا بيقدر يعمل هيدا الشيء الحلو اللي شايفه. ألوانها حلوة، بدنا نقول طعمة، بدك تعطيني رأيك بالطعمة. منهم مبروبين كلهم بالطول معبين مظبوط. إحنا صار لنا 6 سنين بهيدا المحل، هيدا المحل عمرناه تعرقش فينا.
كثير بنحبه هيدا شقفة منا. نحن فاميلي بزنس، بيور فاميلي بزنس. الصحن ما بيطلع على الطاولات إلا ما أشوفه أنا وابني ومدام. ممنوع يطلع على الطاولات إلا ما نشوف ثلاثتنا. التقيت بصديقي جرجي. يا بيا شكاوي هيداك يس ربك. شو عم تعمل هون؟ لك انا عند ابو ميشيل، انا في ماجي لهون. اذا انا ما جيت لهون الحاجي ما بتاكل الا هون. هيدي شعارنا نحن، من الارضيه لعنا للطاوله، من البقدونس للورق عريش نحن بنلمه، نحن بنعمله لوبيا، نحن بنزرعها. ما في تفلسف ابدا بالطعمه، كل شيء سام، كل شيء على الطبيعه. ممكن 80% منهم فيجن او اكثر كمان، فيري هيلثي. ومثل ما شفتوا ما في شيء بيظهر لهون اذا مش العائله كلها عطت البركه. صحيح والله. علي قوي شي اخوات خليكم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا اهلا. انا بس بدي اكل بجلون مش بس جرجي. بينك اكل فيه نفس. الف الف هذا اكل من القلب. من الصبح لهلا صارت الساعه 4:30 وما عم نهدى. قديش في اشياء واحد بيقدر يعملها بلبنان وما يهدى ابدا. فيلا طلعوا بالسياره انت والعائله وبرومو هلا. من بعد ما اكلنا اكل كتير طيب العائله بتاخذ العقل شو هالعالم. فمن هلا بعد ما برمنا جانا على البحر بترون صار وقت نطلع بالمي. فجايب معي هول انرجي بورز لانه ضروري يعني شويه انرجي قبل ما نكفي. ابريكوت، بوم جرانيت وريزن. بعتقد رح اخذ بوم جرانيت. اسمهم جايا، كثير طيبين، كثير خفيف، هوم ميد، معمولين من كثير نوتس، كثير بيعطوا نشاط وحيويه. البيس تبعهم اكيد بينوت باتر. رائعة. نروح هلا اثنين لبعد شوي ومنقلع. I love it. هلا نحن طلعنا البحر اليوم، هوا من الشمال شمالي. رح نطلع نفتح الفوليت نعمل سيلينج شوي. نحن يوجولي بنعمل تريبس all over the world يعني. هلا رجعنا على لبنان، بتعرف بترون فيها كل شيء بتعقد. بترون مطاعم، جاست هاوسز، اوتيلات، كل شيء. حبينا كمان نجي شوي على بترون هلا باخر صيفية تاس بيكون حلو نعمل سيلينج تريبس بلبنان سبيشلي بالبترون. ساعات اللي بيفتحوا الكوفيد 19 واخبار، قادر تطلع من لبنان على تركيا؟ اكيد. على اليونان؟ اكيد. نحن على ايطاليا؟ نحن يوجولي بنكون اكثر تركيا، يونان، ايطاليا، مونتينيغرو، كرواتيا، حيلا مطرح من الثانيين. على الهواء. على طول على الهواء. وهلا اخر مره جينا من تركيا دغري على لبنان. اذا حدا بده يعمل تورات معك هون بلبنان ويطلع على كل الشاطئ رقم التليفون 03-43-1122 اكسوسات سيلينج. يلا نيكست. حول وصلنا.
هاي أنتوني. Amazing. نحن في الموسيقى لأنه كوبي رايت بس كتير حلو. الأجواء كتير حلوين. نحن وين؟ Thank you so much for coming, Anjad. We're a big fan. Welcome to Batroun Awashi and Darmanji. نحن بcommunity hub اسمه Darmanji. في عنا الجست رومز for short term rented. عنا كمان the long term residency like 1 month or more. We have the wellness bar. نعمل very healthy food. منجيب كل البروديوس من local market and healthy eggs and vegetables, fruits, etc. في عنا كمان the yoga and healing programs and events. So we do daily yoga. عنا نومي تحت العقد. تخت الأجواء الحلوة. Considering بعرف بالعقد شوي صرت ببرمتي. هذا عقد كتير سبيسيال اللي هو منه مصلب بس نص برمة من ميل وبرمة تانية من تاني ميل. هيدا مثل كأنه كانت قاعدة حدا usually a senior أو a head of a certain region كان يقعد من هيدا الميلة. هذا العقد أصعب بكتير ما ينعمل مصلب. ف I feel privileged. هاي ماشي الحال. واحد هون بيجي بيغير اجواء. اكيد بغير اجواء. هو بار بس سبيسيال. هو اكيد سبيسيال لانه كل شيء نحن بنستعمله مينلي اورجانيك، كل شيء خاصه هيك تو ريلاكس ذا بيرسون تو ديسن اب هيم. فكل شيء نحن هون ايكو فريندلي، ما بنستعمل لا بلاستيك هيك مثل الكبيات مثلا. بنستعمل فريش كوكونتس والاخبار. Cheers. Cheers. شو عملنا؟ عملنا شيء أباز دجن في كتير herbs وفي كتير spices وهيك كتير طيب. Very refreshing. Yes. معمول من brown sugar وسلطة. في جي sweet and sour. واو كان عم يشرب زهورات. صح طيب. Super refreshing. Et ici, on mange une cuisine du Cameroun? Oui, on fait aussi. Je fais aussi des mets camerounais. Falafel du Cameroun? Oui, il y a hot falafel camerounais qu'au Cameroun on appelle le beignet coquille. Et je fais aussi du riz avec la sauce d'arachide et des champignons. Ça fait combien de temps que tu es vivant? Ça fait déjà 5 ans. 5 ans? Oui. كل شيء هيلثي، كل شيء سبيسيال، كل شيء ملون، كل شيء فيه حياة، بلاستيك ما فيه. Very good. Very healthy. وأهم شيء ما فيه توم. تغطي على الطعمات. عن جد اكسبيرينس فايدة من نوعها. أكل بهول الصحون لذيذ كتير. فيه حياة، فيه ألوان، فيه فريشنس، فيه شيء كتير غريب. حتى هون الأجواء، الموسيقى كتير حلوة، الضوء كتير خفيف. حسيت حالي من الدقيقة اللي فتت على الباب، حسيت حالي سافرت أنا وبعدني بالبدروم. من هون نخلص ونلتقى بكرة. بكرة وعي كتير بكير، يوغا بشكل غير شكل. قبل ما كل البترون توعى نحن رح نكون قبل الضوء سان رايز صوت الموج and يوغا 101. يلا good night. مش بس ما بينشبع منه، كل ما اطلع على ضيعه بكتشف شيء جديد. وبتوصلوا عن على عن ما اكلت من اوشي بعد كيف؟ طازه شو؟ اها رزق طيب.
تلج تلج عم بتشط الدنيا. سامي مش مندور؟ عم يستا سامي مش مندور وانت بتسوق شو كريم؟ اوكي اوكي ما تواخذني دغري ويغر بالدنيا سكرة جورجي جورجي تخيلت همبرجر ما في لحم مشوي ما لقيت سمك ما عنده ايه صوتني بس سوري اكلنا هيدا لا يلا بلا 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 اوكي يلا باي سي يو رح نفتش على سكين قص